ونحن نعيش هذه الأيام ذكرى الولادة الميمونة لسيد الكائنات مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله، حديث المختصر في رواية مروية عن إمامنا الصادق عليه السلام، قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، ما العلم؟ هناك حث على التعلم، حتى الله أمر نبي وقل ربي زدني وقل ربي زدني علما. ونحن حينما نسمع كلمة علم يتبادر إلى أذهاننا هو المعرفة، وهذا هو الصحيح، تعلم بالشيء أن تعرفه على حقيقته. لكن الغريب أن النبي صلى الله عليه وآله أجاب بجواب آخر، فلما سأله: يا رسول الله، ما العلم؟ قال: الإنصات. الإنصات هو ليس العلم، لكن النبي له غاية صلى الله عليه وآله، تنصت أن تترك الشواغل إذا كان هناك من ينقل علما. عندنا مشكلة، بعض الناس تشتكي بالخصوص مآتم النساء، مآتم النساء، النساء معهن الأطفال، تصير فوضى، وبعض البنات اليوم يجون الماتم يبون يسولفون، وبعض الأولاد يجي يقعد برا ويسولف، المهم حضر والمهم سمع، فاسمه في مجلس علم ولكنه لم ينصت، اشتغل بالحديث بما بغير ذلك بالهاتف، المهم لم يتلقى العلم. فإذا النبي صلى الله عليه وآله قال الإنصات. الرجل كأنما يفهم أن هناك ما وراء الإنصات، فقال: ثم ما؟ يعني ثم ماذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: الاستماع. ولا بد أن نقف وقفة لنفرق بين السماع والاستماع. هناك من يسأل المراجع، يقول: بعض الأحيان إذا أذهب إلى محل تجاري كبير هناك تبث موسيقى محرمة وأنا أدخل للشراء، فهل يحرم علي التسوق مع أنني أسمع الموسيقى أو الغناء؟ قال: إذا استمعت لا يجوز، أما مجرد السماع فلا يحرم. إذن هناك فرق، الفرق أن السماع أن يطرق ذهنك مسامعك صوت لكنك لا تركز فيه ولا تكون تريد أن تستوعب ما يقول، أما الاستماع فهو إرادة الاستيعاب، إرادة الفهم. بعض الأحيان ينعكس حتى على شكل المستمع، شوف يسوي اسكت، يعني خلنا نسمع، فيريد أن يسمع، يريد أن يفهم، هذا يسمى استماع. فإذا أولا أطرد الشواغل، أنصت لا أتكلم والمتكلم بالعلم يتكلم، ثم أستوعب، يعني أركز مسامعي، أريد أن أفهم، أريد أن أستوعب. ثم قال الرجل لرسول الله صلى الله عليه وآله: ثم ما؟ أنصتنا واستمعنا. قال: الحفظ. أنت تتكامل أو تتحادر بمعلومات عندك، المعلومات اللي تأخذك إلى الكمال إذا علمتها أخذتك إلى الكمال، أما اللي ما عند المعلومة الحقة يتيه. وبالتالي المعلومة لا نريدها لمجلس العلم فقط، أنا أريد أن تبقى المعلومة عندي. فكان الأئمة ينصحون أتباعهم: قيدوا العلم بالكتابة، إذا ما تكتب تنسى. أنا وجدت بعض الشباب في بعض المآتم الخطيب يتكلم وهو يكتب ويلخص، تقول لي خير؟ قال: إيه أنا ما أحفظ إذا
بعتمد على مجلس ساعة إلا ربع، معلومات كثيرة يقولها المتكلم، أنا بحفظ ثلاث أربع إذا ما كتبت. فيقول الكتابة تجعلني أركز مع المتكلم وتجعلني ألملم كل ما قال وألخصه. فالإمام فالرسول صلى الله عليه وآله قال الحفظ يبقى العلم يضيء وينير لك الطريق على طول. وكأنما الرجل أيضا يعتقد ويتصور هناك شيء وراء الحفظ، لذا قال ثم ما شنو بعد؟ قال العمل. لا يعد العلم علما بلا عمل، هذا معناه مو يقين عندك. أنا لو عندي يقين بوجود قطاع طرق على الباب ما أطلع، ما أطلع أقعد في المسجد. لو عندي يقين بأني لو أنظر لبنت الجيران بياخذوني يقينا وأخوتها وبيرموني في نار لين أحترق، ما طالعها. عندنا يقين بالنار الآخرة لو لا؟ لو عندنا ما عصينا، لو عندنا ما عصينا. لو عندي يقين أن الغيبة أنا قاعد أقطع لحم ميت واكل ما أغتاب. لهذا بعض العلماء قال العصمة علم، يعلم قدارة الذنب فلا يرتكبه ولا يفكر فيه حتى. إذا نروح إلى القرآن الكريم، الله يقول إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. تقول لواحد أنت إذا توب يتوب الله عليك، قال ما يتوب علي. تقول ليش؟ قال لأن أنا أدري حرام. والله يقول في القرآن بجهالة، أنا مو جاهل. تقول لي أنت جاهل، أنت لو علمت عظمة الله وعلمت انتقام الله وعلمت النار التي سجرها الله ما عصيت. يعني مثل واحد ياخذ سيارة يمشي سرعة في الفريق، يجون يشتكون، أقول هذا جاهل ما يفهم، هو عمره 19 20 ويدري السرعة خطأ، لكن ما أيقن أبعاد هذا الشيء، ما عنده علم بأبعاد تصرفه فهو جاهل. فالعلم الذي لا يأخذني للعمل ليس علمان. لهذا النبي صلى الله عليه وآله قال ثم العمل، ثم ما قال العمل. في شيء بعد وراء الرجل ما اكتفى، فقال ثم ما عقب العمل؟ قال نشره. يعني شنو نشره؟ أنا الآن إذا أعلم بالأحكام الشرعية أنها طريق لنعيم خالد وإبعاد عن نار مقيم، عذاب مقيم يعني ما ينتهي، أحب لنفسي لو أحب لأحبتي بعد للجميع. لا ما في هناك منافسة، هناك جنة عرضها السماوات والأرض، اللي يعطونك لو وش يعطونك بعد في مجال لغيرك، فما في حسد ما في غل. فالإنسان إذا شاف أن العلم هذا يسعده يتمنى للجميع، لا سيما إذا آمن بأن إذا علم واحد أيضا لي أنا ارتقاء بما يعمل به الغير لأن أنا علمت العلم. فالرسول الآن ماذا قال؟ قال إذا أردنا حقيقة العلم علينا حتى نحصله أولا نطرد الشواغل، ننصت، ثم نقبل لنفهم، نستوعب، نستمع، ثم ماذا؟ نحفظ، نقيد العلم، نحفظ، ثم نعمل، ثم ننشر العلم. أختم برواية صغيرة رواها أمير المؤمنين عليه السلام، قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال ما ينفي عني حجة الجهل، ما ينفي عني حجة الجهل. وش اللي ينفي عني حجة الجهل؟ يعني شنو؟ يوم القيامة الواحد يسألون لما لم تعمل، يتراولي عند حجه، قال لا أعلم، فيقال له لما لم تتعلم؟ شيء ما في شيوخ في زمننا، واتسابات وإيميلات وتلفونات ومساجد فيها شيوخ، ما أقدر أقول ما أحد يعلم أو ما في أحد أسأله. فيقال له لما لم تتعلم؟ فيسكت. فيقال له فلله الحجة البالغة.
الآن الرواية يقول ما ينفي عني حجة الجهل؟ قال النبي العلم، تعلم. قال فما ينفي عني حجة العلم؟ لأن العلم حجة عليه إذا ما أطبق له، اللي يدري وما يطبق بعد يحاسبونه، ليش أنت تعلم وما عملت؟ فقال النبي العمل، فحتى لا تقام علي الحجة يوم القيامة علي أن أتعلم حتى لا يقال لي لما لم تتعلم، وعلي أن أعمل حتى لا أحاسب على ترك العمل وأنا أعلم. فإذا نحتاج إلى أن نتعلم، حرص على التعلم وحرص على العمل. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل.